أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم بدون مقدمات معنا مجاهر جديد، الأخ ناصر إبراهيم، لا أدري، خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي ناصر. أهلا بك جان. في البداية طبعا بشكرك جان على استضافتي، وبشكر المعد ملهم، وكمان برسل تحياتي لكل المشاهدين والمتابعين. أهلا وسهلا فيك أخي، أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن بالبداية يعني متعارف عنا بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، لو سمحت تفضل. يعني ناصر إبراهيم مصري، لا أدري، وبأفضل كلمة لا أدري لأنها يعني دايما بتفكرني بأن أنا دائم البحث، لأن أنا لا أدري. ده يعني ده ناصر. بصراحة يعني ناصر، أنا ما بعرف، في عندي صار في الفترة الأخيرة مشكلة بكلمة بالتعريف، المصطلح يعني ملحد ولا أدري ولا ديني. يعني بصراحة كلنا لا ندري، يعني في كلياتنا في شيء لا ندري فيه. يا ريت توضح لنا شو المعنى عنه. طيب، حقيقي هقول لك. انا مثلا على سبيل المثال بالنسبه للاله، اله الاديان مثلا، انا ملحد باله الاديان، لانه في وجهه نظري ان اي مجموعه من العلماء مثلا احسن من اله الاديان. وفي نفس الوقت برضو لا ادري، لاني ما اقدرش اعرف الحقيقه المطلقه. وممكن تقول ان انا لا ديني مثلا، لاني انا مش مؤمن بان الاديان دي من عند إله أو حاجة زي كده. يعني زي ما تقول برضو، يعني بعتبرها كتب تاريخية أو كتب أدبية، مش أكتر من كده. وكمان مؤمن بالحقيقة النسبية، فممكن تلاقي كل شخص في الإلحاد في حاجة، واللا أدرية في حاجة، وهكذا، والمؤمن في حاجة. صحيح صحيح. طيب أخي ناصر، يعني على وهيك تحدثنا عن بدايات كيف شربت الدين، خلينا نقول كيف تدين، كان وضعك الديني مثلا. تفضل. أنا من أسرة مسيحية بس متوسطة، مش دينية أو عادية خالص، من الأسر اللي هم بيمثلوا 70-80% من المجتمع المصري يعني. ونشأت في إن أسأل أسئلة كأي طفل، بس برضو تقدر تقول إن بداية الشك بتاعتي من أول مثلا نقول لما دخلنا الدراسة وسمعنا الشمس بتشرق وتغرب، ولأن درسنا إن الكرة الأرضية هي اللي بتلف حوالين نفسها، هي اللي بينتج عنها الشروق والغروب، وبالتالي يعني ولا هي الشمس بتشرق ولا لا، ده فعل دوران الكرة الأرضية حوالين الأرض. وابتدى اللغة، حتى اليومنا هذا احنا بنقول الشمس تشرق مثلا، ابتدى يحصل في شك ما بين العلوم اللي احنا بندرسها في المدرسة. وانا عندي 57 سنة على فكرة، يعني انا بقول لك الكلام ده من اكتر من 40 سنة. بعد كده نظرية التطور وازاي حصل التطور، وبرضه تلاقيتها وجيهة جدا في وجهة نظر ومقبولة جدا. طبعا مع الخلاف مع آدم وحواء ابتدى يحصل هو التناقض هنا، من هنا بدأت شك. بس أنا برضو ما كانش عندي مشكلة زي باقي الناس، يعني أنا اللي كنت بفكر بيه كنت بقوله، ما كانش عندي أي مشكلة. فدي بداية الشك. ويمكن كمان ابتديت أقرأ يمكن أي دين يقابلني في كمجتمع شرق أوسطي، لدرجة إن أنا كنت أسافر بلاد زي سوريا أو أماكن تانية للاطلاع على بعض الكتب. بس الكلام ده زمان، لأن ما كانش متوفر الكمبيوتر ولا PDF ولا الحاجات دي، فكانت بمشقة شوية. لكن أنا بالرغم ان انا خلاص اعتبرت الاديان كتب تاريخيه او ادبيه، لكن في نفس الوقت كنت اي كتاب بيتكلم عن الغيبيات ان كان ديني او غير ديني كنت بطلع عليه. بس برضو اللي انا عايز اقوله ان انا ما كانش عندي مشكله خالص في ان انا اقول افكاري،
اه طبعا بتهم بالجنون، بتهم بان انا ايا إن كان اي واحد ممكن يقول عليا اي حاجه، لكن كنت معروف حتى في العيله زمان ان ده مجنون او يعني ليه فكره الخاص، بس ما بيهمني يعني. محشوم محشوم. انا يعني ما اظن الانسان اللي يفكر يكون، طبعا ان المجانين يطلقون على المفكرين مجانين. يعني انا بصراحة ناصر، يعني بدي اعرف لوين كنت متدين، شاد كنت يعني لما وصلت مرحلة الشك، قبل ما تصل مرحلة الشك شاد كنت متدين. ايوه حقيقي جدا، انا مخلص مخلص جدا في كل حاجه اعملها. يعني مثلا انا بسال سؤال في الدين او بسال في اي حاجه، بيتقال لي مثلا من رجال الدين اعمل كذا وكذا وكذا، كنت بعملها باخلاص جامد، بعمل الشيء باخلاص جامد، لكن ما كنتش بتلاقي النتيجه اللي مرجوها، فبتنقل لمرحله تانية او لشخص تاني او الى اخره، على اساس ان انا باحث عن الحقيقة وعايز أعرف الحقيقة، فكان بيديني برضو مواصفات معينة في القرايات أو طقوس معينة أعملها بحيث إن هي هترشدني على الطريق الصواب. فأنا كنت مخلص جدا في إن كان صيام أو صلاة، أو ما أقدرش أقول غير إن أنا مش عارف إذا كنت أنا مخلص نتيجة شكي ولا عندي أمل في إن أنا الناس دي يكونوا صح وانا غلط. مش معقوله كل الناس اللي حواليا دي بتقول حاجه وانا مختلف معاها. ففي مثل عندنا في مصر بيقول لك لو اتنين قالوا لك انك دماغك مش عليك تبقى مش عليك. فيعني من المبدأ ده ومن غسيل الدماغ من الصغر حرام وحلال وجنه ونار وي 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 وي، بتبقى صعب شويه تتخلص منها ببساطه. يعني الموضوع بياخد شويه من الوقت، بس انا برضو معايا يمكن من بدايتي كنت قادر اقول لا، قادر اقول لا للدين. ما كانش عندي مشكلة كبيرة في ان انا يعني انا خلاص من صغري اكتشفت ان الاسلوب ده مش ماشي معايا، مش مظبوط. ممكن يمشي مع حد تاني او ناس تانية تقبله، ده يعني مترك لاي واحد، كل واحد حر في ان هو يؤمن بايه او يرفض بايه. وبس ابتدى برضو يبقى عندي لسه جوايا حاجه ما اتمالتش، حاسس ان انا من جوايا جان مش ستيبل، مش في حاجه نقصاني. الحاجه اللي نقصاني هي دي اللي دايما بتخليني باحث عن الحقيقه، باحث باحث على طول في حاله بحث. فده خلاني فعلا اطلع على كل حاجه ممكن بقول لك تبقى تحت ايدي ده. بس اكيد أنا بس بدي أنوه لأصدقائنا إنه بآخر تلت ساعة أو يعني نص ساعة راح نفتح الخطوط تبع سكايب أو لاتصالاتكم، ويا ريت تشاركونا. أنا بتمنى منكم أصدقائي يشاركونا. يعني أخي ناصر، في يعني سؤال عندي، بأي لحظة حدثنا، خلي احكي لنا اللحظة اللي اكتشفت انه الاديان غلط، يعني اللحظه اللي اكتشفت فيها شو كان شعورك، كيف صارت معك؟ هي اكيد اجت تدريجيه، بس اللحظه الاخيره اللي انهيت فيها كل شيء. تفضل. يعني تقدر تقول في فتره من الفترات انا قعدت اصلي لربنا كتير، سنين 20 30 سنه مثلا، وانا عارف كويس قوي ان هو مش هيرد عليا، وان العملية دي يعني مضيعة للوقت او كده. ومع ذلك كنت قبل ما انام اذا ما صليتش كنت احس ضميري يأنبني زي ما بيقولوا، او يعني حس ان في، فاقوم اصلي برضو واكلمه يعني يا عمي انا موجود، ويعني حاول يعني توضح لي اي حاجة يعني، او انت فين يعني، ما هو يا اما في احتكاك بيني وبينه او ما فيش يعني. لكن فعلا في الاخر في مره من المرات اتلاقيت نفسي لا خلاص كفايه كفى يعني، اذا كان هو عايز بقى يظهر لي ذاته او يشوفني او الى اخره، هو قادر على كل شيء زي ما بيقولوا. ف
فيعني كفايه قوي عليا انا كده يعني. دي مثلا نقطه محوريه. زمان افتكر يا جان، زمان زمان ممكن وانا عندي 23 24 سنه، يعني انا عندي 57 سنه من 30 سنه، كنت فعلا دي ممكن تكون غيرت الى حد ما سنه في فكره الله، وان من كتر يعني تركيزي الشديد جدا انا في السن ده 23 24 سنه، ده يعني سن شاب صغير واخلاص غير عادي حقيقي مني، وكنت بنام، حتى كنت انام لما انام اعرف ان انا نايم واركز هو فين الله ادور عليه وانا نايم، يعني ببحث عنه. يعني تخيل انسان لما نقطه ما تكون شغلاه جدا ويبحث عنها في حياته وكمان وهو نايم مثلا بيحلم. وكنت انا بحب الاعداد، وكنت يعني مغرم بالأعداد قوي يعني. فهي دي برضو نقطة غيرت المفهوم بتاعتي، إن لا، هو في حاجة، في قوة في الصفر المطلق. اتلاقيت كلمة الصفر المطلق هي اللي متواجدة معايا، دي غيرت فكرتي خالص عن إن الله يكون كيان بالشكل اللي هو الأديان رسمته وكل الحاجات دي من ضمن النقط برضو اللي غيرت فكرتي. حتى لو في وجود لله، لا هو مش خالص اللي هو بيتكلموا عليه الأديان دي إطلاقا، يعني حاجة تانية أنا ما أعرفش، غير إن هو حسيت إن هو ليه الصفر المطلق؟ لأن الصفر المطلق هو الشيء المطلق الوحيد اللي إحنا ممكن نتعرف عليه يعني، فهو مطلق ويعني. فدي ممكن تقول النقط اللي هي يعني نقط التغيير في حياتي أو القفزات في حياتي، النقطة بتاعت الصفر المطلق والنقطة الثانية بتاعت خلاص كفاية أو صلاة دي، لكن الباقي كله كان بالتدريج بالتدريج، ما فيش أي يعني مشكلة عندي. طيب أخي ناصر، يعني ما بعرف من وحي كلامك يعني، وإنه أنت اكتشفت الأديان كلها سواء، أنا كان عندي سؤال إنه فكرت شيء مثلا تعتنق ديانة أخرى مثلا الإسلام ولا غير الإسلام الجزية، أو فكرت مثلا تدرسها يعني عسى ولعل مثلا ده حصل. ما هو الفكرة الأولانية زي ما أقول لك، كتب معظمها كلها متخيلة أن الأرض دي مسطحة، متخيلة أن الشمس هي اللي بتشرق والكرة الأرضية، بالعكس أن الكرة الأرضية اللي دورانها حوالين نفسها هو اللي بيعمل، وكل ده موجود، وادم وحواء وجنه ونار والشيطان ومعهم. تبص حتى لو في الديانه الفرعونيه اللي هو كتاب الموتى مثلا، او في الديانه الهندوسيه الهندو او الفيدانتا او كده، برضو نفس الحوار. هو انا بقراها مش عشان انا خلاص بقيت متاكد ان كل الكتب دي هي هتديني ممكن اطلع منها بحاجه، لكن ان انا اتجه لدين تاني ما كانتش واردة خالص بالنسبة لي، لان مش شايف هتديني جديد. هو انا بقراها مش لان انا اتوجه ليها، لا بقراها على اساس ان هي تديني لمحة كده او لحظة عن الغيبيات، لان لازالت الغيبيات جوايا ما تملتش، في غيبيات بس انا مش عارف اجاوب على الغيبيات دي، فالسؤال لازال طرح نفسه. طيب أخي ناصر، يعني في سؤال ثاني كمان ما كان محطوط من ضمن الأسئلة اجى خطر لي يلا، يعني شو الفرق بين ناصر اللي كان قبل نقطة الصفر وبعد نقطة الصفر؟ لا ده اختلاف شديد جدا، اللي هو من بعد سن بقى 25 ابتديت فعلا خلاص الله إله الأديان ده ملوش وجود، يعني ممكن اي حد يصدق بيه، انا ما عندي مشكله خالص فيه، لكن هو تابع انا لا مش هو ده خالص. دي اول حاجه، وابتديت اعتمد عندي الصفر المطلق هو سر الكون او حاجه، وحاولت ابحث في الاعداد وفي معاني الاعداد وحاجات كتيره زي كده هو. وفي نفس الوقت بقى عندي اسئله، يعني حتى بقى قسمتهم قسمين، قسم اللي هو التفكير المادي زي اللي هو بيفكر بالتفكير المادي، ان الشخص بيتوجد
اول لما يتولد الشخص ده عبارة عن جزئين، الشخص والشخصية، وبينتهي بعد ما بيموت. والشق الثاني، وده كان بالنسبة لي انا ميال لي، ان في يعني ممكن انفصال يحصل ما بين الجسم المادي، الجسم المادي هيتحلل وكده، لكن يبتدي يعني الكيان بقى اللي جوه الجسم المادي ده ممكن يكون خارج الجسم، وممكن يكون ليه شكل ما. الشكل ما ده ايه، هو نظامه ايه، لكن ده احساس، انا زي الايمان مش عقيده يعني، انا بقعد ابحث في ان هي تبقى حقيقه ولا مش حقيقه. فيمكن الفكره الوحيده اللي ممكن اكون اخذتها من الاديان اللي هي فكره العوده للتجسد من الديانات الهندوسيه او الفيدانتا، واتلاقيتها الى حد ما بتجاوب على بعض الاسئله الفكر المادي ما بيقدرش يجاوب عليها. على سبيل المثال يعني بالنسبه للفكر المادي، لو احنا بنفترض ان الكيان اللي بيتواجد داخل الشخص ده كجان نتيجة الجين أو نتيجة الوراثة أو نتيجة إلى آخره، وبالتالي هو بيحمل الصفات بتاعت الأم والأب من الجينات، لكن عندي كذا سؤال بشوفهم أنا في الحياة الطبيعية، زي مثلا إيه المثلية الجنسية. المثلية الجنسية إحنا عارفين إن هي بين ذكر وذكر أو أنثى وأنثى، وعارفين كمان إن هي موجودة في الحيوانات والإنسان. طيب هي ليه ما انقرضتش؟ لا يعني في السؤال هنا، ليه ما حصلهاش انقراض؟ لان المفروض المثليه الجنسيه ما بتنتجش اجيال. فكانت العوده للتجسد ممكن تجاوبني على دي، لكن الفكر المادي ما بيدينيش، ما هو مش مديني اجابه. حاجات كتيره زي مثلا لما ببحث على الانترنت او كده، ان في اطفال بيتذكروا حياتهم، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، لكن بيقول لك في سوريا افتكر في طفل كان ارشد على واحد اتقتل، وكان هو اسمه مختلف بس مش فاكر بالظبط اسامي الحادثه. المهم ان انا عايز اقول، طيب ده هي ازاي في التفكير المادي الفكر بتاع الشخص ده بيتنقل للطفل ده ويخليه يقول انا اسمي كذا او انا كنت كذا او الى اخره. ممكن طبعا القصص دي تكون صح، ممكن تكون غلط، انا ما عنديش اثبات. الخوف من الموت مثلا، يعني الخوف من الموت برضو ازاي جت لنا فكره الخوف من الموت؟ يعني هل إيه؟ اصل الانسان تجربه الموت حصلت له بعد ما خلف، فتجربه الموت ما تتورث، يعني تجربه الموت ما بتتورث. فكرة الخوف من الموت، وإيه الفرق ما بين، بنشوف برضو المؤمنين ممكن يخافوا من الموت، لكن لو واحد عنده عقيدة اللي هي مرحلة تانية بعد الإيمان بتلاقيه ما بيخافش من الموت، زي اللي هم الإسلاميين الأصوليين أو اللي بيستشهدوا أو إلى آخره. فبتتلاقي لما بتوصل للعقيدة ما بيبقاش فيه خوف من الموت، والشخص الطبيعي بيبقى فيه خوف من الموت. بشوف التفكير المادي ان هو مش بيخاف من الموت، بالرغم ان دي عقيدته التفكير المادي، لكن هو بيخاف ان الموت هيحرمه من الحياه، وبالتالي هو مؤمن بالحياه، وبالتالي الموت ده بيديله جرس ان هو خايف من الحياه. المهم باختصار ان انا ما اقدرش اقول ان انا وصلت للحقيقه المطلقه، لكن تقدر تقول ان انا مؤمن بالحقيقه النسبيه. وانا حاليا ومن فتره كمان الفراغ اللي هو اللي انا بقول لك ان انا مش ستيبل، مش مظبوط او مش متزن داخليا، لا انا بقيت عندي اتزان، وتقريبا عارف بالظبط انا فين وازاي وهروح فين، وده اللي انا وصلت له. طيب ناصر، يعني ما بعرف اذا كان عندك مشاكل مثل بعض الاخوه الملحدين انه باعلان الحادهم، يعني ما بعرف اذا كان في عندك مشاكل من هالنوعيه هي. اذا كان في، هل حاولت انه تعلن الحادك، تقول لاصدقائك لاقاربك لاهلك؟ تفضل.
هو لا شك ان كل انسان، يعني انا بالنسبه لافكاري انا ما كنتش بصنف نفسي ان انا ملحد او لا ديني او لا ادري، كانت التصنيفات دي زمان مش موجوده. كبيرك تسمع لماذا انا ملحد، لماذا انا مؤمن، كلام كده هو. لكن الالحاد في حد ذاته من زمان انا ما كانش بالنسبه لي هدف، لاني انا لازلت جوايا متخيل ان في حياه، ممكن يكون في حياه من غير الجسد يعني. وكان ادلتي كتيره ان انا نص وقتي او نص عمري اللي بقضيه في حياتي ما بين نوم حياه بدون جسد، وما بين تامل حياه بدون جسد، فيعني مش داخله دماغي، ده انا يوميا بكرر هذا الحياه بدون جسد. فبالنسبه لي كانت مقبوله في حياه بدون جسد، لكن انا ما مش ملحد، ما اقدرش اقول ان انا فعلا تفكيري مادي لدرجه الالحاد، ان انا مفيش ربنا، مفيش حياه بعد الموت، مفيش مفيش مفيش. الجزم بكلمه مفيش دي مش موجوده عند ناصر، وهو من هنا انا فضلت كلمه لا ادري، ان انا ما اقدرش اقول 100% احسم، يعني ما اقدرش اتكلم في المطلق، يعني لازم اسيب باب متوارب ولو صغير. اتفضل. اكيد اكيد. طبعا اصدقائي الاخ ناصر عنده قناه على اليوتيوب وناشط يعني في اليوتيوب، وعلى فكره انا حاطط اللينك تبع قناه الاخ ناصر تحت بالديسكريبشن، فاللي حابب يطلع على قناه الاخ ناصر موجود اللينك تحت. طيب اخي ناصر، مشان موضوع اليوتيوب حكينا عن نشاطك على اليوتيوب، وشو هدفك منه، وكيف خطرت لك الفكره؟ تفضل. طيب احنا ممكن يكون النقاش ايه، يعني هقول لك انا اسمها البحث عن الحقيقه اساسا، يعني هي انا بحاول ابحث عن الحقيقه. وفعلا يعني انا هقول لك مثلا يا جلال، واسالك سؤال، ايه احتماليه وجود كائنات حيه خارج الكره الارضيه او في مكان تاني في كوكب تاني؟ هترد تقول ايه؟ انا السؤال لي يس. انا بالنسبه لي يعني كحياه خارج المجموعه الشمسيه، يعني 100% اكيد في حياه خارج المجموعه الشمسيه، يعني بدون اي تردد بقوله. طب شفت، انا ما اقدرش اقول 100%، لكن انا مقتنع بنسبه مثلا 95%. اتنين، انا عايز اقول حاجه، لو احنا قلنا فين الاسم، يعني انا متفق معاك بس ما بقدرش اوصل ال 100%، لكن طالما انا وصلت ل 95% سوري، ده بيعني نسبه بالنسبه لي انا كناصر كبيره جدا يعني. ومع ذلك احنا الاثنين ما عندناش اثباتات، يعني المستقبل ممكن يثبت الكلام ده. عندي اثبات، انا الاثبات الموجود انه طبيعه الكون، طبيعه النجوم والكواكب كلها من معادن، يعني 92 عنصر موجودين بالكون، موجودين بكل مكان، ونفس القوانين الفيزيائيه ونفس القوانين، فمن المستحيل بهالكون الشاسع هذا، مستحيل. لذلك انا بقول 100%، لانه الاثباتات موجوده، بس بدنا نشوف، يعني نشوفها، مثل خلينا نقول النظرية على الورق مكتوبة بس ما هي مطبقة عمليا، وقريبا راح تكون عمليا، أنا متأكد من هالشيء يعني. طيب أنا متفق معك تماما، والمستقبل فعلا هو اللي هيجاوب على أسئلة كتير وقريبة، يعني المستقبل وقريب. وازيدك من شعر بيت زي ما بيقولوا، ان كمان في نيازك او في اجزاء كانت بتنزل يعني على الارض او بتخبط الارض، وبعض العلماء حللوا الاجزاء دي واتلاقوا فيها اثار لمواد عضويه، فدي ممكن تكون بتؤيد كلامك وكلامي برضه. المهم نرجع للقناه. طيب يبقى احنا ممكن نقول حاجات احنا ما عندناش اثباتات ليها، لكن في المستقبل ممكن تتسكت. أول حاجة خلتني أعمل اليوتيوب ده، هي اتلاقيت كل الناس اللي هم بيتجهوا ناحية الإلحاد أو اللادينيين أو
لا أدري، أو كل اللي هم رفضوا الدين وعندهم نفس المشكلة اللي عندي، إن هو يعني مفيش ربنا، يعني مفيش حياة بعد الموت، يعني أسئلتهم كتيرة، والفكر الإلحادي أو الفكر المادي جامد، الحياة تبتدي في الولادة وتنتهي في الموت. طيب يا جماعة، أي حد يطلع يعني يقترح بوابة تانية يحصل صراع فكري، يعني فكر خارج الصندوق، يعني ماشي اوكي الكلام اللي انتوا بتقولوه ده منطقي وتمام، بس مش عايز انا اتجاه واحد، يعني يكون في فكر تاني ويبتدي صراع الافكار، علشان الى حد ما كل ما هنزود معلوماتنا، يعني احنا لما لو احنا من 2000 سنه مش كنا هنقول الشمس بتلف حوالين الارض؟ ما انا لو جبت كرسي وقعدت وجنب الشجره وانا فلاح وبزرع الزرع بتاعي وشايف الشمس عماله تلف، هقول ايه؟ يعني تعالى النهاردة، حتى لو في ناس ما اتعلمتش في الجغرافيا اللي هو المجموعة الشمسية ودوران الكواكب والكواكب حوالين بعضها وكل الكلام ده، هيقولوا ايه؟ انت بتكذب عينيه؟ ما طبعا صعب صعب. فنفس الكلام، ان احنا قدام هيحصل الكلام اللي هو كلنا بنتسجل دلوقتي في بيانات تسجيل لكل العالم، يبقى لما يجي طفل دلوقتي يقول انا كنت الراجل الفلاني او الست الفلانيه اللي عايشه سنه 1811 مثلا، لا 1800 ممكن ما عندناش تسجيلات، لكن 1950، لا ده احنا ممكن نروح على مجلس المدينه نفتح الورق نشوف فعلا كان في شخص بالاسم ده، وي 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 وي، ومن هنا يبتدي نقول ندي بيانات صحيحة الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. نفس الحكاية في مثلا كائنات حية أذكى مننا أو أقل مننا في الكواكب التانية، ده كله في المستقبل هيبقى سهل سهل، يعني ببساطة شديدة ممكن نتحصل عليه. فبالتالي أنا كنت نفسي في إن أنا أنزل على اليوتيوب اللي هو الوجه الآخر أو الفكر الآخر لحاجتين، أولا للناس اللي هي فعلا مش رايحة قوي، أصل يا جان ما بين الإلحاد وما بين اللادينيين في مراحل، في واحد يقول لك أنا هو مسلم مثلا، يقول لك لا ده السنة دي فيها فعلا حاجات كتيرة غلط، فيقدر يتخلص منها. شوف قد إيه هو ممكن يتخلص من أشياء، لكن ما يقدرش، غسيل المخ اللي حصل لنا مش سهل. فهو يقول لك إيه أنا قرآن، وفي واحد تاني يقول لك لأ القرآن برضه فيه شوية حاجات، يقول لك خليني أنا مدني، مش عارف مدني ولا مكي، في حاجة أحسن من حاجة أنا مش عارفها بالظبط، لكن أنا كذا وهكذا، وفي يقعد يتسلسل يقول لك لأ أنا يا عم لأ، وأرى المسيحية وأرى الإنجيل وأرى القرآن، فيقول لك لا 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 الكلام ده كله زي بعضه، انا لا ديني. شوف بيقعد بقى ايه، يبتدي من اللي هو قراني لحد الملحد. وانا طبعا لا شك لازم اعترف بان الملحدين عندهم درايه فكريه، يعني جراء فكريه، كون ان هو يبقى جريء زيك كده وتقول لي 100% 100% انا ملحد 100% ما فيش، ده يعني ايه، بسميه جريء، بالرغم ان انا تخلصت كلياتا، يعني في سن الثلاثين من 30 ل 40 انا تخلصت كلياتا من غسيل الدماغ، بدليل ان انا اقتنعت باشياء خارج الاديان دي خالص، يعني وكل الاشياء الرئيسيه في الاديان من اللاهوت ومن الكلام ده كله انا تخلصت منه تماما، يعني فبشوف نفسي الى حد ما محايد، يعني محايد، لكن ما اقدرش اقول اللي هو اللي بحسدهم الملحدين على الجراءة الفكرية دهيا. يعني اتفضل. يعني بصراحة الجرأة هي مثل ما بقولوا قراءة للواقع، بصراحة ما مسألة جرأة، انه انا ماني ضد جريء على فكرة مثلا او جريء على إله، ما اظن يعني تكون بهال تصوير انه جريء، ما هي مساله جرأه، مساله قناعه بصراحه، يعني
فقدت قناعة إلى درجة إنه ما هي موجود. وحتى يعني حتى بالسنين الأخيرة أثبت ستيفن هوكن بالورقة والقلم الكون جاء من عدم. يعني اليوم الماتر وأنتي ماتر، المادة والمادة المضادة، في نقطة صفر بيناتهم هي نقطة العدم. من هون إجا الكون، يعني من العدم، من العدم بإمكانية كتير بسيطة ممكن يصير من العدم. يعني ايوه صح يا جان، لان الكون يعني انا برضو من الارقام زمان كنت بعتبر ان يعني لو نفترض ان الذره اللي هي الوحده الاصغر وحده كانت موجوده وحده ماديه، ولو افترضنا ان احنا اديناها العدد رقم واحد، وبالتالي الكون او الوجود بياخد الارقام العدديه الموجبه، وكنت بفترض برضو ان الحاجات الفكرية زي مثلا الشجاعة أو الخير والشر أو المجال المغناطيسي أو كده بياخد أرقام كسرية أقل من التكوين الذري شوية، واعتبرت الوجود اللي هو من بعد الصفر لحد ما لا نهاية، واعتبرت اللا وجود اللي هو من ناقص واحد أو من الصفر لناقص ما لا نهاية، واعتبرت إن الكون أو الأكوان، لأن أنا برضو بعتقد في الأكوان من المعادلات الرياضية مش كون واحد، يعني إن هو ده الكون كله بتاعنا، وبالتالي الصفر المطلق اللي هو لو جمعت أنت من صفر ما لا نهاية ومن صفر الناقص ما لا نهاية هتدوك برضو الصفر تاني، فأي حاجة عكس حاجة بتديك الصفر، هو ممكن الصفر يعني يوصل، شوف تخيل الصفر بيوصل بيلم كل الأعداد من ما لا نهاية لناقص ما لا نهاية او كل الكون. ده زي ما انا بقول لك، انا يمكن اكتشفته من مش اكتشفته، هي موجوده طبعا، انا موجوده ان من سن اللي هو ال 24 25، بس بيتقال عليك مجنون، فين هو الله ده ايه؟ يعني ايه الصفر المطلق اللي انت عايز تخليه الله؟ يعني فكر مجنون، ما حدش بيوافقك وما بتلاقيش حد يعني يتناقش معاك، ولان انا ما شفتش الله في الشكل الديني ده خالص خالص. يعني الله، يعني اذا كنت انا ملحد فانا ملحد باله الاديان تماما، زي ما انت بتقول بقى 100% ما فيهاش كلام، يعني دي بقى 100%، لانه يعني خلاص اتثبتت ان النهارده عشان اقول ان الكره الارضيه ما بتلفش حوالين نفسها ما اقدرش، ففي حاجات 100%، لكن لا زالت في حاجات اللي هو الحقيقة المطلقة أو الصفر، يا دوبك أنا عرفت في المطلق الصفر المطلق، بعد كده ما قدرتش أجيب أي حاجة مطلقة. يعني أنا حاولت حتى النقطة اللي هو نقطة الصفر بتاع الأبعاد إن أنا أوجدها، يعني بحيث إن أنا أقول يبقى الكون ده بيتكون من إيه؟ من الانفجار العظيم، والانفجار العظيم حصل من كثافة عالية القبضة مثلا، القبضة ده هي النقطة مركز الكون، ومركز الكون انفجر فبيتمدد، فهي دي الصفر المطلق بتاع الأبعاد. وبعدين اكتشفت برضو تاني، لا قلت لو في أكوان تانية غير الكون دون، وبالتالي الصفر ده أو النقطة اللي هي الصفر المطلق بتاع الأبعاد مش هي، مش صح، لا دي بتتحرك، لا يعني لو في مجموعة أكوان وبالتالي دي مش ثابتة، فما تلاقيتش في الكون كله نقطة ثابتة أقدر أنا كناصر أعرفها. يعني وبالتالي رجعت تاني لبس هو الصفر المطلق العددي لا غير، هو ده اللي أنا عرفته في المطلق. أكيد. أصدقائي الأعزاء، يعني أنا بصراحة الفترة الأخيرة أنا عم بشتغل طبعا بشغل يعني ساعات طويلة شوي، ففي ملامه من الاصدقاء انه عم ببعثوا لي رسائل، صدقوني ما عم بقدر افتح الرسائل، يعني انا اسف كثير لهالموضوع هذا لانه شغلي شوي يعني عم ياخذ ساعات طويله وقليل لحتى اجي على الفيسبوك، فاعذروني على النقطه هي. والنقطه الثانيه بس الفيس السكايب موجود بالديسكربشن كمان، جان دوت برو 2، يا ريت تصلوا فينا ويعني تغنونا الحلقة بمشاركاتكم. عندي سؤال أخي ناصر، من الأخ جون
بقول مساء الخير أخي جان، أنا أحبك أحييك، أحييك جان والأخ ناصر. عندي سؤال، لأني لاحظت أن أغلب الناس في الدول العربية تلحد في العشرينيات بعد أن كانت أفكارهم قد تشبعت بالفكر والتعليم الديني. كيف يمكننا أن ننشئ جيلا كاملا من الأطفال والشباب على الطبيعة أو العلمانية أو على الطبيعية أو العلمانية، بحيث لا تكون لهم معاناة في المستقبل عند تركهم الأديان؟ وشكرا لكم أخوكم الفلسطيني جون. وفي سؤال آخر، لأنني ملحد عن الإسلام، هل الخروج عن المسيحية بسبب مشاكل كبيرة يسبب مشاكل كبيرة للشخص مثل الإسلام؟ مثلا أن يعتبر الشخص مرتد أو كافر أو ملحد عن المسيحية لا تواجهه مشاكل كبيرة يعني؟ عنده سؤالين الأخ جون. طيب، الأول السؤال بالنسبة للعلمانية والمجتمع الشرق أوسطي، للأسف بعيد كل البعد تماما عن إن إحنا دول متطورة أو متقدمة. الدين واخد أكبر من يعني، لكن أنا عايز أقول إن لازم كل الناس تكون إيجابية، حتى الإيجابية يعني حتى لو إحنا ساقطين دلوقتي لازم نكون إيجابيين. حتى لو أنا ساقط بنسبة 20% أحاول الامتحان الجاي أخد 25 أخد 30، لازلنا قدامنا المشوار. لكن أنا بنصح كل شخص يكون إيجابي ويكون حر في فكره طالما ما بيضرش الآخر. ف انا ما قابلتنيش فعلا اي مشكله في ان انا اقول افكاري، لكن بتاخد تريقه يعني، بيتريق عليا بشكل واضح. لكن انا ما كانش يهمني، انا يعني ما كانش لي اي وزن عندي ده بالنسبه. طبعا تمنياتي، انا دلوقتي حاليا انا ايجابي، بحاول ان انا اعمل حاجه بالرغم من الوقت، ان الواحد مظلوم في الوقت. طبعا بحاول في صفحتي على الفيسبوك يعني بخليه يقبل الاخر يعني، لازم ما هو يعني الصوت كان عم قطش يعني. طيب الصوت واضح كده؟ الصوت واضح هيك هلا، بس وصلت لعند بالفيسبوك، كنت عم تحكي عن الفيسبوك طيب الفيسبوك بقول ان بحاول اكون ايجابي، ان حد بيراسلني بحاول اخليه يكون ايجابي يقبل الفكر الاخر بغض النظر. يعني انا صفحتي على الفيسبوك بقبل اي حد طالما هو ملتزم بالافكار اللي موجوده على الصفحه او كده هو. وفي نفس الوقت التعليقات، ولو هي فعلا تعليقات هادفه انا برد على اي حاجه يعني. وكمان انا بحاول زي ما بقول لك كده ان افهم الناس يقبلوا الاخر بوجود الفيسبوك وبوجود ناس لا باس بيها دلوقتي. طبعا ما اعرفش بالظبط الفيسبوك بيمثل قد ايه، او الانترنت او التواصل صفحات التواصل. لا شك ان هي ذات قيمه، وانا بشوف ان يكفي لو في اي مجتمع في 5% من النخبه ممكن توجه المجتمع ببساطه شديده يعني. يعني احنا مش محتاجين ملايين، احنا لو بس النخبه لها بس يتفتح شويه وتقبل مناقشه الاخر. وانا ببقى مبسوط قوي مثلا لما التلفزيون يستضيف احمد حرقان، ممكن هم يطردوه، ممكن هو ينسحب، ممكن هو في حد ذاته. انا بشوف ان دي في رساله ان في ملحدين، والملحدين دول موجودين. ده ايجابي يعني، ما هي دي الايجابيه. واحنا على السلم، احنا لسه ما طلعناش، وصلناش للليفل او المستوى اللي احنا عايزينه، لكن احنا على السلم بنطلع. ف أنا بتمنى من الشخص اللي هو بيسأل عن أنا تماما مع العلمانية في الوقت الحالي، لأن هي
الحل الأمثل في قبول الآخر، وقبول الآخر جنسيا، قبول الآخر دينيا، قبول الآخر أيا كانت شكله أو لونه أو كده، يتقبل الآخر ومعتقدك أنت بينك وبين نفسك. والمجتمع حر، وإحنا يعني المجتمع بتاعنا كويس مش وحش. ده بالنسبة للسؤال الأولاني. السؤال الثاني بالنسبة للمسيحية، لا شك المسيحية في الشرق الأوسط لما الشخص بيخرج عن الدين أو كده أقل بكتير من الإسلام. الإسلام فيه حد الردة أو كده، لكن المسيحية ما فيهاش القاعدة دي خالص. هو فطبعا بيبقى أقل مشاكل من المسلم. بس برضو اللي أنا عايز أقوله إن برضو المسيحي بيتقابله مشاكل من المجتمع، ما هو برضو عايز يعيش في المجتمع وعايز يكون أسرة، فما بتبقاش سهلة برضو. لكن في الآخر هي أسهل من الديانة الإسلامية، لأن برضو كقانون لو أنت مسيحي وبقيت كافر يعني خلاص المجتمع المسلم يعني أو القانون الإسلامي مش هياخد ودي معاك، لكن لما بيبقى مسلم تبقى عليه العين شوية بالنسبة للقانون كقانون يعني. يعني هو احنا القانون المصري عندنا برضو ما فيهوش حاجة بتجرم هذا الشيء، وحرية العقيدة مكفولة، ده بالنسبة للدستور. لكن ممكن يتلاقي معاكسات اكتر من المسيح، ده بالنسبة للمسيح. انا بالنسبة لي زي ما انا قلت قبل كده، انا ما قابلتنيش مشاكل غير اللي هي من الأصدقاء لما أنا بقول رأيي فبتهم بأي اتهام. طيب برأيك ناصر، يعني شو أهمية إنه يعني هلا مثلا مثل هالبرنامج هذا، في كثير شباب أعلنوا ألحادهم ورايدين يحكوا عن أفكارهم، يعبروا عن أفكارهم، يعني برأيك شو الأهمية، أهمية إنه الإنسان يجهر عن أفكاره أقل شيء، يعني كان الحاد ولا لا أدري ولا شو مهما كان يكون يعني. طبعا مهم جدا جدا جدا، واحنا بنقول ده سلم بنطلع عليه خطوات، لان للاسف في ناس لحد دلوقتي في الشرق الاوسط متخيلين ان الكلام ده مش موجود في قلب مجتمعاتنا. لما بتيجي تقول له ان في واحد مثلا مش مؤمن بربنا، يا معقوله يتخض كده ومش ممكن يعني، وخاصه ان اللي هم الشعب اللي ما عندوش يعني عيني ايه، مزنوق في اكل العيش ومراته ولا مراته وعياله والبتاع، ويطلع عشان يجيب اكله، وبعدين ايه هو رئيس الدين ده ولا ايا كان اللي هم الكهنه او الشيوخ اللي بيقولوا ده الراجل بتاع ربنا ويعرف الصح، واللي هو اللي يقوله انا بمشي عليه ومريح نفسه، ولان هو كمان في طاحونه جد لقمة العيش. انت عارف ان الشرق الاوسط موضوع انك انت تشتغل وتجيب لقمة عيش لأسرتك وكل الحاجات دي مش سهلة. فهو محطوط في طحونة عشان يخرج منها او يبتدي يا عمي طيب هو خليه اول يأكل عياله، يعلمهم الى حد ما تعليم، وبعدين الحاجة صعبة. فلا شك ان بالراحه شويه على المجتمع، وفي نفس الوقت اللي يملك برنامج زي برنامج بتاعك ممتاز طبعا في ان هو بيقول احنا هنا، بيقول في ناس تانية، بيقول في فكر تاني يا جماعه، لا احنا مش قليلين، واحنا مجتمعنا واحنا مش مغيبين، ده بالعكس انتوا اللي مغيبين أو بتغيبوا الناس اللي تحتيكم بالله والدين والجنة والنار وهب وخوف وما تخوفش، غيبوا الناس. فلا الناس عشان تطلع من الكلام ده عايز وقت، وعايز الناس كلها تبقى يعني تحاول تنشر على قد ما تقدر. طبعا أكيد. طيب ناصر، أعطيني تقييمك لحملة إجهر، يعني للبرنامج، لصفحتنا على الفيسبوك، على الشباب اللي عم بيشتغلوا فيها، بصراحة يعني عم بيتعبوا بشكل عجيب، يعني
اعطيني رايك بتقييمك لحمله الجهاد، تفضل. طيب حمله اجهر دي تعتبر من الحملات الممتازه فعلا، واللي هي لازم تستمر وتكمل، ويا ريت يطلع يعني فروع كتيره، وانا بشجع ناس كتيره ان هي تتكلم على الاقل يعرضوا افكارهم، حتى لو الافكار ده هي ثواني يا جو، ممكن تروح لنا انت ثواني. ثواني ممكن انت تتكلم يا جو. اوكي ما في مشكله، ما في مشكله، بس اطفي الصوت من عندك مشان ما يطلع الصوت نهائيا. ما في مشكله، ما في صوت عندك. خلاص. ايوه يا جاك. نرجع تاني تفضل. لحمله اجهر، انا شايفها ممتازه ممتازه، واشجع عليها طبعا جدا، واتمنى من كل الناس ان هم يعني اللي يقدروا طبعا، لان برضو مش عايز احمل ناس اكبر من استطاعتهم، كل واحد على حسب وجوده في المكان، من دوله لدوله تختلف، من مجتمع لمجتمع بيختلف، كل دون يعني مش سهل على ناس كتير، لكن اللي يقدر او اللي عنده خليه ايجابي. انا بنصح يا جماعه يا جماعه، كل واحد المفروض يكون ايجابي علشان يعرض افكاره والناس تقدر تقبلنا قبول الاخر. اتفضل. بالضبط، يعني وانا اضم صوتي لصوتك، وانا اشجع الشباب، يعني بيعرفونا اصدقائنا، انا اشجع الجميع على الجهر يا شباب، اجهروا معنا، اجهروا، يعني زمن الصمت انتهى، الخوف دعسنا تحت نعالنا ومشينا، يعني فاجهروا يا شباب، ساووا شيء، خلونا يسمعوا انه في الاخر، والاخر هذا يعني جايين بالعقل، ما هو جايين لا بشايل سيف ولا هو جاي يخرب بيوت، لا، نحن هدفنا انه نوقف الحروب هي، نوقف الجهل، نوقف التخلف الموجود عنا، بدنا نعيش مثلنا مثل البشر، يعني مثل الناس الموجودين على الكرة الأرضية، يعني بشر مثلنا مثلهم، فهذا مطلوب. طب أخي ناصر، برأيك يعني الملحدين اللي هلا الحركة اللي طالعة هلا بالفيسبوك باليوتيوب بالإنترنت عموما، يعني والمواقع اللي عم بتصير بصراحة يعني شيء بيرفع الراس مثل ما بقولوا، برأيك شو الطريقة اللي ممكن تخليهم يشتغلوا أكثر مع بعض، تخليهم أبدعوا أكثر، يعني تخليهم إيد واحدة مثلا، يعني كثير بتجي مثلا في بعض ما يحسبون على الملحدين، يعني للأسف الشديد ما بعرف اذا كانوا صلاعمه ولا مسيحيين يتملحدون، فبرايك انت شو لازم يساوي الملحدين حتى يساووا شيء مشترك، يقدروا يعني خلوا الموازين تقلب؟ تفضل. هو لازم يعني يكون في فعلا كونتاكت يعني بيننا وبين بعضنا، يعني لازم يكون في اتصال بيننا وبين بعضينا كلنا، كل واحد، ويبقى في توحيد. وانا عن نفسي يمكن برشح احمد حرقان مثلا، ومعاه برضو يمكن في اسماعيل، وممكن يعني يكون في الى حد ما التزام، يعني احنا دلوقتي عندنا كذا قناه اعلاميه على اليوتيوب، في كافر مغلبي، في كتير، في رياض اللي هو البحث شجاع وحاجه زي كده، امير البحث، ففي اعلام دلوقتي زيك انت برضو، في ناس، يا ريت يبقى في اول حاجه مثلا ايه، احنا خلينا الشهر ده نركز على نقطه معينه، بحيث ان احنا نقدر النقطة دي نوصلها أيا كانت النقطة، لكن إحنا برنامجنا معروف، يعني عايزين كذا وكذا وكذا وكذا، يعني إحنا ما عندناش مشكلة في اتفاقنا على، لكن ممكن يكون الكلام الشهر ده والشهر الجاي مثلا على نقطة معينة، يوم كل الناس تتوجه في الكلام في النقطة ده،
بحيث ان هي تستفيد منها، فالى حد ما دي هتكون مقنعة شوية للطرف الاخر، خاصة لما انت تقول النقطة دي وتشرح اسباب اقناعك من ناحيتك، وشخص تاني وبرضه بيبقى ليه وزنه ويتكلم في نفس النقطة واسباب اقتناعه بيها من وجهة نظره هو، وهكذا. فلما بتتلاقي مثلا 10 12 وجهة نظر مختلفة بتؤيد نفس النقطة، لأن اللي مستمع ممكن يكون مش عنده النقطة بتاعت شجان، لكن ممكن يستحسن السبب بتاع مثلا أحمد حرقان، وممكن لا مش عاجبه ولا جان ولا أحمد حرقان، لا إسماعيل النقطة دي فعلا دي هي اللي لمستني وأنا حسيت بيها. لأن الأشخاص بتفرق من شخص للتاني، يعني ذكاء وقبولا وكل حاجة، كل حاجة. فممكن أنا اللي يقنعني ما يقنعش الآخر، وهكذا. فده بالنسبة لي أنا أتمنى إنه يبقى في توحيد في الأسلوب، وبتمنى يزيدوا، يعني القنوات تزيد، وبرضه تبقى تحت مظلة واحدة، إن يحصل كونتاكت، يحصل اتصال بينهم وبين بعضهم إن إحنا عايزين كذا. فده دي نقطة أنا ممكن أكون بساعد فيها، معرفش إذا كانت صح أو غلط، لكن أنا بحس مثلا يا عيني بأحمد حرقان جامد جدا، يعني أنا مفيش اتصال بيني وبين أحمد حرقان، لكن بحس بيه، بحس إن هو بيحاول بيرمي نفسه في النار، يعني يروح برنامج بيرمي نفسه في النار حقيقي بإخلاص شديد جدا، وأنا حاسس بيه للمعاناة اللي هو عناها، أو المجهود اللي بذله، أو ضيع وقت جامد جدا بإخلاص شديد. زي ما أنا قلت لك حتة الإخلاص، أحمد عنده إخلاص بس في الآخر اكتشف إنه وهم يعني. فشوفوا، وأنا تحت أمر الجميع طبعا، بالنسبة لي أنا واخد السكة بتاعت الإيجابي، فأنا يا جان إيجابي، أنا جندي من الجنود الإيجابية. اتفضل. أكيد أكيد طبعا، يعني أنت جندي وقائد جيش كمان، مو بس جندي يعني. بصراحة يعني يا أخي ناصر، أنا يعني ما أعتقد يعني تصير شيء جيد في الملحدين أنهم يعني مختلفين، يعني ما مثل القطعان الخرفان، مثلا المسلمين أو المسيحيين، يجي الكاهن يقول له بلا 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 بلا، هذا واجبكم خلاص مش عليه. الملحد رجل ناقد مفكر، يعني فبكل لحظه ممكن يعني تخطر له افكار جديده، فيعني ما اظن يعني ما الا تكون الشغله مؤسساتيه ممكن يعني تشتغل، بس نحن بين بعضنا ما اظن يعني نقدر نتفق على شيء. هذا رايي الشخصي طبعا. أنا معاك تمام. تفضل. أنا معاك تماما، اختلاف الأنواع وده الظريف، إن أنت مثلا ما ده الظريف وده الجميل، وده على فكرة المجتمعات الغربية اتطورت من النقطة دي، هي اتطورت من النقطة دي اللي هو قبول الآخر. ما هو لو ابتدينا إن إحنا نقبل الآخر وما فيش المطلق، ويا جماعة ده يعني ما هو بيدعي المطلق يا جان، يعني هو بيدعي الحقيقة المطلقة، هتكلم فيه ايه؟ هتكلم فيه ايه؟ فيعني هو مش عارف هقول ايه يعني. فلا طبعا، هو التنوع عندنا والقبول الاخر ده شيء لا شك انه ممتاز. اتفضل. طيب اخي ناصر، يعني مثل ما بتعرف نحن مجتمعاتنا متخلفه الى ابعد حدود التخلف، يعني للاسف الشديد، وفي انحطاط يعني هيك هي كل شعوب الأرض، يعني ما في انحطاط مثل المجتمعات المتدينة اللي عندنا، يعني للأسف الشديد. يعني برأيك يعني هل هو واجبنا إنه نصحي الناس؟ هاي واجب الملحدين اللي وصلوا مثلا، درسوا وشافوا وفهموا الواقع المادي، خلينا نقول، أو أكذوبة الغيبيات، هل هو واجبنا نحن نفهمهم يا جماعة انتوا في انحطاط، انتوا عايشين، يعني هذا واجب علينا من ضميرنا ولا لا؟ كل واحد حر ما يحكي يعني. حتى تفضل.
هو طبعا من جهة واجب، هو واجب على أي واحد إنه يعرض أفكاره، خاصة بالنسبة للي درسوا فيزياء وأحياء والكلام ده، يعني أصبحت الأمور واضحة جدا بالنسبة لهم. فعلى الأقل ما يخليش الناس المؤمنة ده هي إن هي تتريق على نظريات علمية أو كده. يعني لازم زي ما أنا بقول لك إن هو لا يوضح الصورة ويوضح إن دي إثباتات علمية، وما عادش في مجال ان احنا ننقضها دلوقتي يعني. لكن موضوع ان هو يكون سلبي دي انا برفضها تماما يعني. وواحدة بواحدة هنقدر يعني نوصل المعلومة وقبول الآخر. والعلم يا جماعة يعني في علوم اتثبتت خلاص. انا النهاردة عشان ارفض نظرية التطور ازاي بس يعني ازاي يعني بأنهي منطق؟ يعني انا مش قادر استوعب اللي هو لسه عمال يغلط في روحه. طب خلاص بقى يعني، ما انا بقول لك، هو انت عارف القضيه يا جان في غسيل الدماغ. هو انت لو قدرت تحرر الطفل من صغره حرام وحلال وربنا وهتروح النار وهتروح الجنه وي وي وي، الطفل من صغره يا عيني بيتعمل له غسيل مخ غير عادي غير عادي، فبيبقى صعب صعب. وبرضه مش كل انسان بيقدر يتخلص من غسيل المخ ده بسهوله يعني، بتتفاوت من شخص للتاني. اتفضل. صحيح صحيح، للأسف الشديد يعني التربية الدينية للأسف الشديد يعني المشكلة بكل جزء، اخذ كل جزء من حياتنا. يعني من أول ما واحد فتح عينه لازم يذكر أذكار إلهية، حتى يغمض عينه لازم يذكر أذكار إلهية، وما بين التغميض العين وتفتيحة العين الحياة النهار كله والحياة كلها يعني تتمركز حول الدين للأسف الشديد. طيب أخي ناصر، شو بتقول للناس اللي بقدروا يجهروا بإلحادهم وما مهتمين، يعني ما يجهروا، ما بدهم يجهروا بعدم الاهتمام، يعني مع أنه هم قادرين وما راح يتأذوا؟ يعني نحن بنعرف وضع الإنسان اللي بده يتأذى، أكيد ما بنطلب منه يجهر، بس الإنسان اللي ما بتأذى شو بتقول له؟ تفضل. طيب انا برضو جان النقطة دي فعلا نقطة ممكن تكون مش بسيطة على كل شخص، بالرغم ان هو ملحد وكده هو، وممكن يكون عنده الفرصة ان هو يجهر، لكن في حاجات لسه الانسان برضو ساعات بتكون مؤثرة عليه. يعني ما تتوقعش ان كل واحد مثلا راجل او ست الشريك بتاعه من نفس الصفه. يعني ممكن الشريك يقول له خلاص اوكي الكلام ده، بس خليه عشان ما يحصلش انفصال او كده. ما هو لو في شريك من الشركاء مثلا ملحد والتاني مؤمن، خلاص انا بيبقوا متفقين ضمنيا، بس موضوع الجهر هيسبب مثلا طلاق او انفصال، او وجود اطفال صغيرين في الاسره، وبالتالي عليه مسؤولية ومسؤولية الأسرة، فممكن يكون إيجابي بشكل سلبي. يعني إيه إيجابي بشكل سلبي؟ يعني هو ممكن يعمل تويت أو يعمل حاجة على الفيسبوك أو يعمل لايك أو يعمل، يعني في حاجات كمان ممكن يعملها، لان انا ما اقدرش اقول لكل واحد يعمل او يجهر وانا ما اعرفش ظروفه. يعني انا شايف طبعا الافضل ان هو يجهر او يقول افكاره او يعلنها، يعني ده بتحسسه بسعادة ونشوة في انك انت بتقول اللي انت معتقد فيه. ده احساس يختلف اختلاف كلي وجزئي عن ان انت ما تقولش اعتقاداتك. لان احنا او انا بشوف ان المرحله الاخيره بعد الايمان العقيده او انك انت تعتقد، شغل عقلك في الايمان اللي انت مؤمن بيه ده وبعدين بتقتنع فيه، فدي تبقى عقيدتك. فالذ لذه في انك انت تعلن هذه العقيده. ما بناقش صح او غلط، انا لا اناقش صح او غلط، لكن انا بناقش ان شخص وصل لدرجه الاعتقاد بعد الايمان وتدوير عقله، وان هو خلاص بقى ما يعني من ضمن السعادات او لذة السعادة اللي هتبقى عنده ان هو
يجهر بهذا الاعتقاد. فارجع تاني للي هو ما مش قادر يجهر، فهو بيعتبر ظالم ومظلوم، مظلوم في انه هو اتحرم من السعاده ده او من اللذه ده، وفي نفس الوقت اللي حواليه او اسرته الصغيره اللي هو برضه ما بنقدرش نديله، يعني ما اقدرش اقول ان هو جان ظالم او مظلوم، لكن هو زي ما اتحرم من لذه المتعه دي، متعه انك انت تجهر بعقيدتك دي، متعه متعه حلوه جدا يعني. اي واحد ما هو احنا مثلا لما لا بتحس، ما في ناس اصحابي يقول لي يا ابني وانت ليه بتعمل كده، وانت عارف امن الدوله، وانت عارف ما اعرفش ايه، وممكن ومش ممكن، انا مش فارق معايا، ما خلاص انت يعني. اللي هو ارجع تاني فاكر في النقطه واحنا بنتكلم من الاول، الخوف من الموت، طالما انت وصلت لمرحله العقيده ما عادش عندك خوف، خوف من الموت، خوف من وده هي. اتمنى ان يحصل بالانس، اتزان كده ما بين كل شخص، كل شخص ومعلش انا شفتك بتتكلم، فاتمنى ان كل شخص يوزن الامور بتاعته ويحاول يجهر، لان الاجهار هيحسسه بمتعه ما بعدها. بالضبط بالضبط، يعني مثل ما بقولوا الانسان الملحد عنده حياه واحده، يعني اذا بهالحياه عاش منافق فالحياه لا عيش بالاساس يعني. طبعا هلا في عندنا اتصال من سالمان هاتن، تفضل اخي سالمان هاتن. مرحبا سيد جان، مرحبا اخي ناصر، اهلا وسهلا فيك اخي سالمان. بس تعليق كومنت وسؤال، تفضل. انا فضلت حلقه برمجه الحلقه تبقى عشوائي، بدنا نسمع افكار اخواننا الملحدين اينما كانت كيف ما كانت بدون برمجه الحلقات، لكن اذا في كان اي شخص او اي ضيف اخر او احد عمالقه الالحاد كاسماعيل او احمد او حضرتك يعطوا اسم للحلقة أو موضوع، فذات of course يعني أهلا وسهلا في هذه الفكرة. هل فهمت قصدي على عشوائية الحلقات؟ صراحة أنا بعشوائية الحلقات أنا ما كتير فهمتها، يعني إذا بتوضح لنا. يعني موضوع الحلقة للضيف حتى يعني لتسع ما تجارب أكثر. هذا قصدي. صح وبالفعل يعني يا خسالة، يعني انا بحاول انه يعني استضيف يعني اكبر عدد ممكن من الملحدين يعني. يعني كان تعليق تعقيبا على الاخ ناصر لانه طلب ان تكون موضوع للحلقات، انا افضل العشوائيه لكن لا ضير في اي امين حلقه ما او موضوع ما يظهر على الساحه. بالضبط، وهذا الشيء اللي عم نسعى له. يعني المشكلة صاير يعني في كثير من أصدقائنا الملحدين يعني ما بعرف خجلانين إنه يطلعوا معنا بصراحة، يعني أنا راح أشجعهم يعني. يا ريت كلنا راح نكون على هذه الحملة، وأنت قريبا راح تكون معنا. عم بقول أنت قريبا راح تكون معنا بحلقة في برنامجنا. راح أوزع. تفضل اخي ناصر اذا في عندك تعليق. طبعا وجهه نظر بتحترم، وانا لما قصدت ان ما بين العشوائيه انا قصدت ان احنا نكون مركزين شويه على نقطه معينه، لكن طبعا كل انا قلت وجهه نظري، وكل ان حد يختلف معايا فيها ده شيء، خاصه ان موضوع التركيز برضو ممكن يكون محتاج فريق عمل، او انك انت اصل العشوائيه ما فيش اسهل منها، ان انت تجيب الشخص وبتتكلم بعشوائيه او نقاش حر، ده سهل، مش بل العكس هو اللي صعب، انك انت لو كل القنوات اللي هي بتناقش الالحاد او اللادينيين واتفقوا على ده هيبقى صعب شويه، لكن انا شايف ان هو هيبقى تاثيره احسن من العشوائي. لكن طبعا انا مع
لو ده مش موجود يبقى مرحبا بالعشوائية، ما فيش مشكلة. بالضبط. يعني بصراحة هو لازم، أنا برأيي الشخصي يعني ناخذ بين الاثنين، يعني مثلا حلقات كثير يعني مثلا ما يكون لها موضوع، موضوع بس الإجهار والدردشة مع شخص ملحد، كيف يعني؟ عفوا، يا بين الاثنين تمام مضبوط، أعتقد يكون 75% للإخوان الضيوف، لأنه من شتى أنحاء العالم صراحة الضيوف من شتى أنحاء العالم، فأنا أفضل سماع قصصهم وتجاربهم، و 25% إذا كان حضرتك لك موضوع معين للتحدث فيه. وكمان عندي سؤال للأخ ناصر لا سمحت. تفضل. هل أثرت فيك حياة وسيرة محمد كنبي على ترك الإسلام؟ هو الأخ سالم هو من خلفية مسيحية يا أخ ناصر، ما هو ما من خلفية إسلامية، وهذا شيء من حسن حظه يعني. نايس، أنا جيت على الحلقة يعني من نصفها وأنا عم بسوق في الهاي واي. ولا يهمك، ممكن نساوي السؤال بنفس الطريقة، هل أثرت عليك حياة يسوع الدلوع؟ شتان الفرق بينهم يعني. صدقني لا فرق، يعني أنا برأيي لا فرق أخي سالم، يعني محمد تم 12 سنة تقريبا مسالم بمكة، يسوع عاش 3 سنين، لو بغيان أكثر من 3 سنين الله أعلم كان يشتغل معه يعني. وجهة نظر جيدة. أنا برأيي كلهم، ونتيجة على فكرة يعني نتيجة الديانة المسيحية شفناها بالقرصون الوسطى يعني خربت الدنيا، فنحن الشجرة بنطلع على ثمارها ما بنطلع على جذورها، يعني بنطلع على الثمار، من ثمار الشجرة بتعرف الشجرة شو هي. أكيد أكيد. للأسف الشديد يعني الديانات كلها في خانة واحدة يعني. شو تعليقك أخي ناصر؟ يعني أنا بقول لك بالنسبة للمسيحية أو بالنسبة للمسيحية يعني برضو هو نفس الفكرة، فكرة الإله وإله الأديان وكده، لكن برضو ما انكرش إن بالنسبة لتعليم المسيح يمكن تختلف شوية، يمكن فيها تعليم إلى حد ما إيجابية ما فيهاش عنف يعني زي التجربة الغندية أو غاندي أو اللي هي ما فيهاش يعني كالمسيح، لكن لو هتمسك التوراة بالإنجيل أو الكتاب المقدس ككل هتتلاقي فيه اللي أنت بتقول عليه ده. ده بالنسبة لوجهة نظري، بس برضو في الآخر هنرجع ونقول حواء وآدم وجنة ونار وإله، ويعني أي علماء دلوقتي حاليين أحسن من هذا الإله، فما يعني بيفيدوني على الأقل بيدوني أجوبة لبعض الأسئلة، لكن تاني ما بيدينيش. تفضل. اكيد اكيد اكيد. اخ سال عندك شيء، اي اسئله ثانيه مداخله اذا بتحب داخل السؤال يطرح نفسه، ما دام ان الاديان الابراهيميه تشارك في نفس القصص تقريبا، هل اثارت قصه ادم وحواء الشكوك لديك او كنت يعني اخذ بالمسلمات؟ تفضل اخي ناصر. لا، هو أنا جاوبت على السؤال ده في الأول في نظرية التطور لما وأنا صغير خالص يعني من 40 سنة مثلا. أخسر مكان فمشان هيك عم بسأل. فلا طبعا ما خدتش معايا كتير بالنسبة لآدم وحواء، ودي من ضمن الأسباب اللي خلتني يعني أرفض الأديان يعني بواجه معاه. تمام أخسر؟ شكرا لكم اخوي. شكرا، وقريبا راح تكون معنا بحلقه في برنامجنا يعني. هذا راح هو الساعه يناها تويتش. تسلم تسلم حبيبي، تسلم حبيبي، مع السلامه. مع السلامه. طيب اخي ناصر، يعني شو رؤيتك لمستقبل الملحدين بالشرق الاوسط؟ هل الثوره هي اللي شايفينها نحن، انا بسميها ثوره طبعا، وهي ثوره اكيد يعني وراح تكبر اكثر واكثر، بس شو رايتك لمستقبل هالفوره هاي، لمستقبل الملحدين، كيف بتشوفه؟ تفضل. طبعا يعني لا شك ان الاخر من بعد الربيع العربي او الثورات العربيه حصل شيء من الحريات
والناس اللي أخذت الحرية بتاعتها في الشرق الأوسط ما عادتش عندها استعداد تتنازل عنها، والمعاناة بتاعت كل الناس اللي هم عايشين في المجتمع الشرق الأوسطي دون خلاص يعني. وبنشوف ناس بتجهر من السعودية وناس من دول كل الدول تقريبا، وبالتالي ده أنا شايف وجهة نظر مؤشر جيد جدا يعني. ولو يستمر على كده يا جماعة يا جماعة يا جماعة، العلمانية 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 هي الحل في الوقت الحالي، ممكن تتغير فيما بعد بس في الوقت الحالي فعلا محتاجين قبول الآخر. ومعلش يعني الأديان دي بقى إيه يعني، تركن على جنب كده وكل واحد يبقى في دينه يعني، في معبده في حاله في محتاله، بينه وبين ربه هو حر يعني. ما حدش معترض على الكلام ده، لكن مش المفروض يبقى ليها أي تأثير في السياسة أو في الدستور أو في القانون بتاع البلد. اتفضل. طبعا أخي ناصر وصلنا لنهاية حلقتنا، أنت على أساس كان في عندك رسائل بدك توجهها، وطبعا ضمن الكلمة الأخيرة إذا شو في عندك تفضل رسائل بدك توجهها لمين؟ هو أنا هقسم المجتمع لثلاث أقسام. أول قسم أهتم به اللي هم اللي تبعي واللي هم اللادينيين أو اللادريين أو الملحدين أو كده، أنا بشجعكم تماما، ماشيين على الطريق الصح، كملوا. أنا على قدر استطاعتي هحاول أسند وأكون إيجابي معكم. بالنسبة للجماعة المؤمنين أو اللي هم الدينيين أو ما أيا كانوا يعني مؤمنين بأي دين، رجاء خاص يعني إن أنتوا تقبلوا الآخر يعني، يبقى في قبول للآخر. الآخر ده مش عدو لكم، الآخر ده مش يعني مش عايز يعني يسبب ألم، هو ممكن يكون شايف رؤية تختلف عن الرؤية اللي أنت شايفها. وأبسط مثال للمؤمنين إن إبراهيم كان أجداده بيعبدوا الأصنام، والراجل طلع قال لك دي أصنام يعني، فراح جاي هددها يعني. فيعني أنتوا عندكم أمثلة إن الأديان ما عادتش يعني ما عادتش صالحة لهذا العصر إطلاقا يعني، إطلاقا غير صالحة في أشياء يعني. أنا مش عايز يعني أنقض الأديان لأن أنا بفكر بشكل تاني خالص. فده يعني رسالتي للمؤمنين إن هم يقبلوا الآخر، وخاصة اللي هم بيختلفوا معاهم في العقيدة. آخر رسالة ببعتها لرجال الدين يعني، وياريت يتفهموا رجال الدين إن مستقبل وظيفة رجال الدين يعني في مصيرها الانقراض يعني، هتنقرض. فياريت ما يورثوش المهنة دي لأنها مش هيبقى ليها مستقبل. في رجال دين كتيرة بيسترزقوا من الموضوع الديني ده، ويعني عملوا اللي عملوه بالملايين أو أيا كانت، وهي وظيفة. فياريت ياخدوا بالهم إن الوظيفة دي في مسارها للانقراض، فهتنقرض. اتفضل. وأنا متأكد هن ذات نفسهم راح ينقرضوا يعني انقراض كما انقرضت الديناصورات. الديناصورات كانت بحجم أكبر منهم بكتير بكتير، وعاشت أكثر منهم بكتير، وانقرضوا وهن كمان راح ينقرضوا، لأنه الزمن زمن العقل. لو في عندك تعليق أخي ناصر. يعني أنا آخر حاجة بشكر البرنامج، وبرضو الملحوظة بتاعت الشخص الكريم اللي اتصل، لأن البرنامج اسمه جهر بالإلحاد، فممكن أيوة يكون البرنامج بتاعك فعلا خاص بالنقطة دي، ممكن يكون ليه حق فيها، لأن هو عنوانه جهر بالإلحاد أو الجهر. ف يعني ممكن يكون الجزء اللي هو القليل يكون متفق مع باقي القنوات. وبشكرك وبشكر ملهم وبشكر كل الفريق اللي بيساعد.
شكرا لك اخي ناصر. اصدقائي، انا كمان برجع بعتذر مره ثانيه بسبب مساله انه ما عم بقدر ارد على الرسائل بصراحه، يعني جد انا كثير يعني عم بتعب، ما بدي اقول ابرك احكي حكايات التعب يعني، بس ما صعب يعني بصراحه صعب، وانا بتمنى تتفهموا يعني وضعي شوي. وانا متاكد خلال شهر شهرين يعني راح تنقلب الايه وارجع على التواصل برغم الشغل، يعني راح ابقى على التواصل مع كل اصدقائي. وانا اسف كثير يعني للشباب اللي ما قدرت ارد عليهم. شكرا لك اخي ناصر، وشكرا لكم اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه.